بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم سلوى محي الدين من قناة تفانين سلوى محي الدين. النهاردة هنعمل البيت اللي جبت الفيديو بتاعه. هنبتدي نعمل أول حاجة فيه النهاردة، هنعمل الأنتري. أنتري طبعا من الكرتون وقطعة قماش قديمة عندنا يكون لونها مناسب ومع فرخ فوم. دلوقتي هنبتدي نعمل الكنبة، وهو اللي هي نفس الكنبة نفس اللي هيمشي على الكرسي برده، بس ايه المقاس، المقاسات دي 10 سنتي في 5 سنتي تقريبا. خمسة في ثلاثة الجناب، خمسة في ثلاثة جناب الكنبة. شلتة الكنبة نفس المقاس 10 في 5 تقريبا بس. بالشكل ده هنبتدي بقى نكسر كل طبقتين كرتون، يعني كل جزء القاعدة مثلا طبقتين، الجنب الظهر طبقتين كرتون، هنبطنهم بالقماش، هنغطيهم كويس بالقماش. مسدس الشمع ونبتدي نكسيهم كويس. بعد كده الظهر بنفس الطريقة، نغطي كويس بالطريقة كده الظهر والقعدة. دي الجناب نكسيها كويس برضو بالقماش مسدس الشمع. أو أقص القماش الزيادة معايا عشان ما يكلكعش. تيجي ألزق الظهر في القعدة مسدس الشمع، ألزق الجنبين مش عندي فرق الفوم، أبتدي بقى أكس الحتة اللي هي مكستش بالقماش عشان التقفيل يكون نضيف بالشكل ده. وبالقطر احاول احدد وانضف حواليها بالقطر بالشكل ده. بعد كده بجيب استرس احاول الزقه بين الفوم وبين القماش كده عشان يدي شكل نظيف وشكل حلو تزين يعني. دي ابسط طريقة لعمل انتري يعني، وفي طبعا حاجات تانية بس خلينا الأبلة في البسيط، وبعد كده نبقى نبتدي في الحاجات التانية. الاسترس ده بجيبه من عند الخردوات، محلات الكلف والخردوات، بعشرة جنيه المتر كتير جدا يعني. المتر في عرضه بيعمل 10 بردك او 8 صفوف. دي خرزات كانت عندي خشب او اي خرزة، اي حاجة مناسبة انكم ممكن تعملوها ايه رجلين للكنبة. عملت لها الشلتة بردك، الشلتة الكبيرة قسمتها 2. دلوقتي دون كرسي كده اعمله بنفس طريقة الكنبة. بعد كده جي مكعب بتاع احفادي قطعة كرتون، حاول اعمل ترابيزة الانتري
بعد كده بالفوم الأسود حاول أغطي. الشكل ده كويس، وقص الزيادة كده عملت جناب الترابيزة، وتيجي اعمل قرص الترابيزة عند الفوم الأصفر اللي قلت هيجي عليها. سويها كده عملت الترابيزة. عندي غطاء ازازة برفان حطيت فيه سفنجة وحطيت وردة وعملت بازر الترابيزة. بعد كده جبت الانتري كنبتين اهو والكرسيين. بالشكل ده انا عملت انتري. يا رب يعجبكم، ولو عجبكم اعملوا لي اشتراك ولايك. متشكرة جدا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.